السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تلاقينا معكم إن شاء الله الرحمن الرحيم باش نديرو واحد شلاضة سلطة. أنا ما كنعرفهاش، كناكلها ولكن ما كنعرفهاش شنو هي. ها هي الأخت فاطمة هي اللي غتقول لكم كيفاش غادي نديرو لها. احنا نعمل النهارده سلطه بابا غنوج وسلطه الطحينه. احنا عندنا بتنجان، هذه فوالا، هذه بتنجان شويناها على النار، بنجال شويناه فوق البوطه، تقدروا تشويوه فوق البوطه ولا تشويوه في الفران. فوالا هي وطماطمايه وبصلايه، ولو في فلفل اخضر او فلفل الوان تقدر تشوي معاه، وواحد طوماط وواحد لونيون بصله. ها هي هي حتى هي شويناها ها هما بهذا الشكل. ايوا هنقشرهم ونرجع لكم نقول لكم هنعمل فيهم ايه ان شاء الله. ها هما بعد ما شوينا هادو، بعد ما قشرنا الدنجال والبصله وهذيك الطوماط، ها هما قشرناهم. ندو ليها هنحطهم دلوقتي في الكبه، ونحط معاهم طحينه، معلقتين طحينه. بلاتي الكبه هي هذيك اللي كنطحنوا فيها. الطحانه هي الكبه، هما المصريين كيقولوا لها الكبه. نهزوا هذيك نحطها هكا. بسم الله الرحمن الرحيم. فوالا هادي بهذا الشكل، بهذا الشكل ها هي. فوالا والبصلاته هي نديرها كلها، كله والبصلاته هي. شوفوا بني تشويت كيفاش ولات، هي نديروها. والطوماط حتى هي هانتوما هي بهذا الشكل. معليش واخا يبقاو فيها هذوك اللي بتي شويه ديال هذوك اللي مقصود ديال الحرق، ما كيعطيوها كيعطيها واحد لوكو زوين. بلاتي نقطعها اون دو ونديرها. اوبس برافو عليا. بلاتي نقطعها هكا بهذا الشكل ونديرها. هيا درت واحد النص هنا، ندير النص الاخر بهذا الشكل. ونفصتهم فصتهم حتى هي خاصة. فين هي توم؟ وها هي هذيك واحد الوحده ديال الثومه. ها هي هي. ودابا غادي نسدو لا نحط الاول معلقتين طحينه. هذيك الحلاوه الطحينيه ها هي. لا مش الحلاوه الطحينيه، الطحينه وحده. لا الطحينه، الطحينه بوحدها حيت هنا كاين لو فخيه مدام. ها هي ولكن مكتوبه فيها لا هذا سميت اللي مصيبو لا مارك ديالها. فوالا ها هي هي. شوفوا هذيك الطحينه كي دايره بهذا الشكل، شفتوا؟ شحال نديرو؟ وحدة اثنين، مدرتش فيها مدرتش بزاف. ها هما جوج، حط كمان وحدة عشان الأولانية كانت شوية بس. جوج المعالق ولا جوج معالق ونص ولا جوج معالقات. ها هما هي هما. وشوية زيت الزيتون، شوية زيت الزيتون، شوية زيت العود، زيت البلدية. ها هي شحال ندير؟ تقريبا ثلاثة المعالق تقريبا. فوالا جهة ديال ثلاثة المعالق. ها هي شويه ديال الملح. الملح على حساب الذوق، كل واحد يحط الملح على حسب هو بيحبه مالح او عادب. فوالا او سيرتو الكمون، الكمون اهم حاجه. الكمون اهم حاجه قالت لك هي الكمون فيها. الكمون والثومه، الكمون والثوم. نديرو تقريبا واحد نص معلقه، نص معلقه صغيره ديال الكمون، ونغطيها ونبدا نطحن. إيه ان شاء الله. دابا نقدر نهرسهم بالشوكه لو ما عندناش كبه او بكوبايه. فوالا نقدروا نديروهم بالفخشيط هكا الا ما كانتش هادي، ولا بالكاس كوبايه ولا بالكاس. ها هي هي نحطوا عليها هادي. ودابا غادي نبداو نديرو سلطه الطحين. سلطه الطحينه إيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. واش غادي تكون عندكم فيها طحينه؟ طحينه الخل. زيدي باش تشوفي الطحينه. الطحينه الخل ديال المغرب. الخل ديالنا. الخل وشويه ميه دافيه، واحد فص واحد ديال الثوم، وفص واحد ديال الثوم، والملح والكمون. ندو على بعض الشيء. وعشان نزوقها في الاخر نحط شويه كزبره خضراء على الوش، بس احنا ما عندناش فمش هنزوقها. ما نديرو بلاش واخا ناكلو بلاش. يلا بسم الله نبداو. يلا شحال ندير؟ حطي نحط تقولي لي. ها هي هي الطح ستوب. نزيد نزيد شوي نزيد. ها هي هي ستوب ستوب. نحط بقى
اش نحط؟ نحط الخل، الخل شويه خل تهويه. بسم الله. بس نبدا بقى نحط الماء شويه بشويه ونضرب بالمضرب ان شاء الله. يلا حطي لي الميه. هيا هيا. درتي بزاف؟ لا مش بزاف. نبقى نخلطو هكا ب هاد الفوي بالمضرب مزيان. ما درناش الثوم؟ لا الثوم في الاخر خالص. اوكي ها الثوم بهذا الشكل. زيتي ها هو. من بعد ما قربناها هكا بهذا الشكل نهرس فص الثوم. نحيد هذا؟ خلاص ده خلاص صافي سالينا منه. نحيدو نحيد هذاك الفص ديال الثوم. هي نديروها هنايا. ها هو من بعد ما حطينا هذيك الثوم غير شويه، قالت لك غير بوغ عين الريحه باش تكون فيها ريحه الثوم. صافي ماشي بزاف. نحط شويه ملح على حسب الرغبه. الحين ملحها عين شويه لحقاش فيها الخل. نديرو عين شويه الملح عين شويه وشويه كمون والكمون بس. كمون معليش مزيان الكمون بهذا الشكل. ونقلبها كويس بهذا الشكل. وزيت العود غنحط شويه زيت زيتون وشويه زيت الزيتون. هيا ونقلبها كويس. نزيد ولا بارك؟ لا كفايه كفايه بارك. حنا كنقولوا بارك. انتوما ودلوقتي هنحطها في طبق التقديم. ولو عندنا شويه كزبره او بقدونس هنقطعهم مع الوش نزينهم بيها. ما عندناش، احنا ما عندناش، مش هنزوق، احنا ما عندناش، ما غاديش نزوقوا، ما كاينش الزواق اليوم، اليوم داكشي بلا زواق. ها هي بعد ما صيبنا هذيك سلطة الطحينة، ها هي بعد ما صيبناها ودرناها في هاد لي غامكا بهذا الشكل، في هاد السلطانة، في السلطانية هادو، في هاد لي غامكا بهذا الشكل، ودابا غادي نتلاقاو ملي غنحطوهم في لاطابل، إن شاء الله درنا معاهم شوية ديال حماس مشويين. شو كتقولوا لهم؟ مشاوي مشاوي مشاوي. ونتلاقاو ان شاء الله سوغ لاطاب. والان ها هي الحلاوه. لا مش الحلاوه. هذا بابا غنوج. ها هي بابا غنوج ديالنا. ها هي يا والحلاوه سلطه الطحينه. سلطه الطحينه ها هي يا. والمشاوي انا شويه المرقاز وشويه لي زيسكالوب والاستاذ سعيد ياك شويه الكبده وهادو الكوتلات. كوتلات فوالا. ها هو مايا. وما نسيناش الخبز. الخبز العيش المصري. ها هو يا تبارك الله. هذا عيش لبناني مش مصري. ولكن انتوما عندكم بحالو بحال بحال. مش زيه قوي بس شبه. فوالا موجود عندكم في مصر ولكن بحال الشكل ديالو. انا كنشوف المصريين بحال هكا كيديرو. فوالا هذا هو. هذه هي الطابله ديالنا. فوالا ان شاء الله نتمنى ان هاد بابا غنوج اللي صايبنا ينال الاعجاب ديالكم. و سلطه الطحينه وسلطه الطحينه فوالا اللي صايبت الاخت فاطمه والكبده اللي شوى الاستاذ سعيد تنال الاعجاب ديالكم. ويلا عجبوكم ما تنسوناش من اللي لايك. واللي ما مشتركش في القناه ديالي يشترك. قولي لايك وسبسكرايب. وجانا قالت لكم ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب. فوالا ويلا قول سلمي على ونتقابل ثاني قريب ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم في طبق قادم. طبق مصري ثاني قادم ان شاء الله. ان شاء الله مع السلامه. اوفوار والى فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.